يلا انت على الهواء اقلع. شخصيتنا لليوم بتقول: من قلب الشام اجيت، من حارة عتيقة وبيت صغير، باب الازرق مكتوب عليه حكاية لأولاد صغار، حتى انا كتبت على الباب احلامي، اني اقدر امشي واني اقدر اوصل، وانه صوتي يوصل لكل اهالي حارتنا، وصوتي وصل وحلمي كبر. اصوات الناس الطيبة بقيت ببالي، ما بتذكر كم مرة وقعت، بس الاكيد اني قمت. كل مرة بدعي لربي وبقول يا ربي لا تنسيني أنا من أي محطة ابتديت. دراما كوين، يلا بلشنا. ما ممكن حدا بالعالم يقول هذا الكلام غير شخصيتنا تبع اليوم. لحظة قبل ما تكمل بس بدي أقول كلمتين. أعزائي المراهقين، عزيزاتي المراهقات، اتركوا التيك توك واحضروا الفيديو، استمتعوا فيه وبعدين روحوا كملوا حياتكم. الفيديو كتير ممتع والله، صحيح أنا لسه ما شفته بس يعني الواضح أنه ظريف، حضروه واشتركوا بالقناة. الاسم أصالة مصطفى حاتم نصري. إخلك؟ منو هي أصالة؟ من مواليد 15/5/1969. هي أم لأربع أولاد. يعني شو اللقب تبعها؟ يعني شو بيلقبوها؟ لقبها هو تاج الأغنية. هي مطربة وفنانة سورية من دمشق تحديداً، وبتحمل أكثر من جنسية واحدة، السورية طبعاً والبحرينية والفلسطينية القريضة. نحن جنسية واحدة وما بعرف شلون حصلناها. بنت مصطفى نصري. مين مصطفى نصري؟ مصطفى نصري كان كاتب وملحن سوري مشهور جدا بهداك الوقت، ولحد هلأ الناس بتذكر اسمه. يعني هي ايمت بلشت؟ أصالة بلشت مسيرتها الفنية بأغاني دينية ووطنية وأغاني للأطفال. الغنية اللي بظن انه كلها تكون تعرفوها قصص الشعوب، يلي كانت ببرنامج حكايات عالمية عام 1976. في قصص الشعوب طرائف لا تنتهي وعالم. بعرف انه صوتي نشاز بس شو اعمل، هذا صوتي. الحقيقة انه موت ابوها لأصالة ترك اثر كتير كبير بحياتها. وحياة بابا. أصالة بلشت مسيرتها الفنية الحقيقية عام 1991 لما طلعت اول البوم اللي كان اسمه لو تعرفوا. الالبوم اللي بيحوي على اربع اغاني، الاسلوب تبع هاي الاغاني كان من الطرب الاوبرالي الشرقي. اصالة بلشت تنعرف بعد ما غنت غنية اسمع صدى صوتك، ومن هاي اللحظة ابتدت اصالة تنعرف بالوطن العربي. وبهي الغنية تحديدا اصالة اظهرت قوة صوتها يلي طاغية بكل اغانية، وهذا الشيء اللي خلاها تظهر اكتر وارشيفها يكبر اكتر. اصالة عندها اكتر من 26 البوم غنائي وأكثر من 56 أغنية مصورة، وشارات مسلسلات على الأقل 6 شارات مسلسلات. من أشهر هي المسلسلات هن صلاح الدين الأيوبي والتغريبة الفلسطينية، وأكثر من 37 أغنية منفردة، وأكثر من 17 أغنية وطنية، وأكثر وأكثر وأكثر. والله شكلها الأصالة شي فاخر على الآخر. إذا بنرجع للكلام يلي قلته أنا بأول الفيديو، هذا الكلام يلي بتبلش فيه أصالة كل حلقة من حلقات برنامجها صولا. هذا البرنامج اللي بلش عام 2011 وعمل ثورة كتير كبيرة بالبرامج التلفزيونية بسبب طبيعته وعفويته والمحتوى اللي بيقدمه اللي هو محتوى غنائي حواري. أبو شريك لك حزاي، شو عم بيقولوا انه هاي أصالة اللي انت عم تحكي عنها قال أفلست، ما ضل معه ولا قرش، كله طار. مزبوط هذا الكلام؟ لك شبك جايك بالحديث. حكاية أصالة عام 2005 مع الإفلاس. بال 2005 أصالة طلعت من أيمن الذهبي، هذا الشيء اللي سبب لها نكسة كتير كبيرة بحياتها واللي خلاها ترجع كتير خطوات لورا. ضلت بدون مصاري وكان عندها أولاد، وبعد ما أصالة ضلت بدون بيت أحد العيال الإماراتية قررت إنه هي تقعد أصالة عندها بالبيت من دون أي مقابل. المهم ومالكم بطول السيرة، قعدت بهذا البيت لبينما يتحسن وضعها. بعد 7 شهور أصالة تحسن وضعها والحمد لله رجعت قويت من أول وجديد، فقررت إنه هي تروح لعند الجماعة وتعطيهم أجار البيت اللي هي كانت قاعدة فيه لمدة 7 شهور. هدول الجماعة قرروا إنه هن ما يحرجوها لأصالة وما يقابلوها مشان ما يذكروها بالموقف اللي صار معها، وقصة الإفلاس وقصة الطلاقة وقصة إنه هي قعدت ببيتهم. طيب يعني بس يعني اشرح لي بعد إذنك، هاي البنت أصالة يعني شو محصلة بحياتها؟ يعني شو ربحانة شو خسرانة؟ شو جايها جوائز؟ احكي لي شوي. الجوائز اللي حصلت عليهم أصالة، حصلت أصالة على أكثر من 25 جائزة، وكل هاي الجوائز كانت مهمة فعليا.
كأفضل فنانة عربية عام 1994 اللي صارت بالإمارات العربية المتحدة وبدبي تحديدا، وكمان أوسكار الشرق الأوسط عام 1996، وحصلت على نفس الجائزة عام 2000 بالإضافة لأفضل فنانة عربية عام 2002 من زهرة الخليج. أما بالولايات المتحدة يعني بأمريكا، فحصلت أصالة على جائزتين مقدمتين من عمدة لاس فيغاس بحاكم ولاية نيوجيرسي بأمريكا. ومن ضمن الجوائز المعروفة طبعاً جائزة الميركس دور عام 2006، 2007 و 2015 كأفضل مطربة عربية، وكتير جوائز تانية مهمة جداً. طب لحظة قبل ما تكمل، بدك ما تزعل مني يعني، مو لأنه هي سورية فعم يقولوا أنه هي خاينة. ليش عم بيقولوا أنه هي خاينة؟ لك أنتوا من وين بتجيبوا هاي الأخبار؟ أنا رح أحكيكم القصة. أكتر انتقاد بنسمعه عن أصالة بما أنه هي سورية هو موضوع موقفها من الحرب بسوريا، هي القصة يلي ما كنا نخلص منها، وأنه هي نكرة الجميل وما بعرف شو بلا بلا بلا. بوس إيدكم، لا تخلوا نفوت بالسياسة، مو ناقصني. وفي ناس كمان عم بتقول أنه هي عم تتعاون مع إسرائيل. مزبوط هي عم تتعاون مع إسرائيل؟ لا ما أنا خاينة. لحظة لأوضح لكم، الانتقاد الثاني كان عام 2013 لما أصالة طلعت على فلسطين المحتلة حتى تحيي حفلات هنيك، وأصالة هي أول فنانة سورية تدخل على فلسطين المحتلة. المحتلة مو قبل. وبما أن الناس شاطرة بالاتهامات فاتهموها بالتطبيع لإسرائيل. طيب ماشي فهمنا، تفضل اشرح لي ليش مسكوها بمطار بيروت الدولي. ايه مزبوط، وقفوها بمطار بيروت الدولي. القصة وما فيها انه عام 2014 لما أصالة وصلت على مطار بيروت الدولي تم توقيفها. ليش؟ ليش؟ قاموا بتوقيفها بناء على شكوى اجت من الحكومة السورية بيتهموا فيها أصالة انه هي على اتصال مع العدو، فاحتجزوا وراء الرسمية وجواز سفر لمدة 5 أيام وبعدين طلعوها. غيره في شيء؟ طيب ورجعوا مسكوها مرة تانية بال 2017 يمكن؟ صح مزبوط، بعام 2017 كمان رجعوا وقفوها بمطار بيروت الدولي، بس هالمرة بحجة جديدة، يقولوا انه هنا لقوا بشنتايتها 5 جرامات من الكوكايين، وبعد ما حللوا دم او شيء تاني كمان لقوا نسبة مخدرات بجسمها. بس هي كل القصة. وبعد ما وصلت على مصر طلعت ونفت قصة الكوكايين او انه هي الى اي علاقة باللي صار. طبعا قالت انه كل اللي صار ما انه حقيقي. طيب احزاي شو؟ تعال نختم الحلقة قبل رأيك الشخصي. أخي أنا حابب أسمع رأيك فيها لهالمخلوعة، شكلك كتير بتحبها كأنه. طيب بالنسبة لرأيي الشخصي يلي يمكن ما بهمكن، ما فينا ننكر أنه في كتير أسماء مهمة موجودة بسوريا. من هاي الأسماء هي الأسماء اللي عم تطلع قدامكن، ومنها الأسماء دخلت بكتاب جينيس مثل الفنان الكبير صباح فخري لأنه حطم الرقم القياسي بغنائه لمدة 10 ساعات متواصلة. هذا الشيء كان بفنزويلا عام 1968، وكتير في ناس تانية حققت إنجازات كتير كبيرة، بس أصالة أثبتت حالها عربياً بشكل كتير واسع، مو بس عربياً وكمان بأوروبا. أصالة بتتميز بقربها من الناس وبالبساطة اللي هي فيها، إنسان ذكي إلى أبعد حد، شخصية قوية جداً، قدرت تكون امرأة ومطربة وأم كل هذا بنفس الوقت، بالإضافة لمسيرتها الفنية والكبيرة اللي ما حدا بيقدر ينكرها. بس أنا حابب أعرف بنظركم يا ترى مين في شخص بسوريا أكثر أهمية من أصالة؟ طيب وعن مين بدك تحكي الحلقة الجاية؟ طيب حقول شو هنحكي بالفيديو الجاي. أما بالفيديو الجاي فحنحكي عن أشهر شخصية مصرية. ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالتعليقات مين بنظركم هي أشهر شخصية مصرية، يمكن تحذروها لهي الشخصية أو يمكن استفيد منكم بإنه لاقي شخصية أهم من الشخصية اللي أنا رح أقدمها. الله الله الله، أيوة كده يا وديع، الحلاوة حلاوة الروح. روح تشيس. اشتركوا بالقناة لا تنسوا، حطوا له لم يعجبني.